مساء الخير وأهلا بحضراتكم في تغطية مباشرة لملحمة وطنية جديدة في حب مصر وفي حب الوطن وفي تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فصل جديد بيكتبوا المصريين في موسوعة وطنية مصرية، الفصل اللي بنطوي فيه صفحة من الحرب الإلكترونية الخسيسة الحقيقة اللي بيشنها تنظيم الإخوان الإرهابي واللي بيروجوا من خلالها الأكاذيب والشائعات علشان يهزوا ثقة المصريين في رئيسهم وفي دولتهم وفي الإنجازات اللي بتتحقق على أرض الواقع ويحاولوا أن هم يشككوا في مصداقية مؤسساتهم الوطنية. ولكن كالعادة المصريين بيضربوا أروع مثل الحقيقة في كشف الزيف والخداع، وأنهم ما بقوش يتأثروا بحرب الإشاعات، بقوا بيفكروا وبقوا بيدوروا، ما بقوش بيمشوا وراء كلام أي حد عايز أن هو يخرب الوطن لأهوائه الشخصية أو لمصالحه الشخصية أو لأجنداته الخارجية. حقيقة أنه الشعب المصري النهاردة بيجدد الثقة والعهد في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبينتفضوا عشان يقولوا لا للفوضى ونعم للاستقرار والتنمية والأمن والأمان. إحنا مش عايزين نرجع سنين تاني لورا، إحنا تعذبنا وشفنا خلال السنين دي، دفعنا ضريبة غالية قوي من عمرنا ومن عمر أبطالنا، سواء من الجيش والشرطة في شهدائنا في سيناء، دفعنا ثمن الإرهاب لوحدنا، ومصر كانت بتحارب العالم، تحارب الإرهاب نيابة عن العالم زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما كان بيقول. كان في حروب ومؤامرات مستمرة على مصر من قديم الأزل ولحد دلوقتي، ويمكن الحروب زادت أكتر الفترة الأخيرة بعد ما شفنا إنجازات بتتحقق فعلا على أرض الواقع، وإن مصر بتطلع لقدام ومصر بتتطور وفي إنجازات بتحصل. الحكومة بقت مش ساكتة على أي فساد، الإرهاب بيتم محاربته ودحر كل المنافس بتاعته، فإحنا بنحقق تنمية اقتصادية، ماشيين على خطوات البرنامج الإصلاح الاقتصادي وحققنا فيه خطوات ناجحة جدا، جينا على البنية التحتية سواء في المستشفيات سواء في التعليم سواء في مبادرة حملة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي. احنا بنحقق انجازات في كل المجالات بالتوازي، ولكن ده مش عاجب ناس معينة ليهم اجندة معينة، عايزين مصر تفضل في خراب وفي دمار. ولكن النهاردة الشعب المصري بيثبت ان هو شعب واعي، شعب فاهم المؤامرة اللي بتحاك ضد الوطن، وشعب مش هيسمح ان الوطن يتم استغلاله مرة أخرى أو إن هو يروح في اتجاه إحنا مش عايزين إن هو يروح فيه. النهاردة في تغطيتنا هنكون مستمرين طبعا مع حضراتكم في التغطية المباشرة على قناة المحور وحتى نهاية الاحتفالية، وهيكون ضيفي النهاردة اللواء محمد زكي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير. شايف اليوم النهاردة إزاي؟ والله هو كان بداية اليوم بداية مؤثرة و يعني بتوصل للب الموضوع باستقبال السيد الرئيس السيسي أثناء بعد عودته من رحلته الموفقة للولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستقبال يعني شعبي ليه في المطار زي ما شفنا الصبح. وكان ليه الحقيقة كلمات مؤثرة جدا، يعني هو برضو بيتكلم في إطار بناء الوعي أو استكمال بناء الوعي للمواطن المصري بصفة عامة. وخاصة الكلمة اللي هو قال فيها أنتوا منزعجين ليه؟ وإيه اللي مصحيكوا بدري كده؟ يعني ده دليل على أنه هو يعني واثق ورجليه ثابتة في الأرض ومعتمد تماما على أو يثق تماما في وعي الشعب المصري وإدراكه لما يدور حوله من أعمال كلها في الحقيقة مبنية على الكذب وعلى النفاق وعلى جزء كبير من خيانة بعض الأفراد الموجودين خارج أرض الوطن، وبيستغلوا منابر متعددة لتوجيه أكاذيب كلها زيف عن الشعب المصري حقيقي يعني. وكان هو ده لقاء السريع اللي عمله الصبح، فهو بيراهن على هذا، على الوعي اللي الشعب المصري الحقيقة. أي إجراءات أخرى بعد ذلك للتعبير أو للفرحة أو للسعادة بالنسبة لشبابنا وبالنسبة لأهالينا اللي ممكن يكونوا بيشاركوا في بعض الاحتفالات دلوقتي، يعني هي دي الحقيقة بتبقى رد على هذه الأكاذيب. وممكن بنوضح من خلال الصورة الصادقة الغير مزيفة أن الشعب المصري موجود وبيحتفل، وبرغم كل هذه
الهجمات الشرسة من هذه الجهات أو من هذه التنظيمات الممولة من دول سواء كانت إقليمية زي قطر وتركيا أو من خارج الإقليم. خلينا نتكلم برضو ونكون أكثر صراحة. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في أكثر من مناسبة وأكثر من مؤتمر أن الدنيا مش وردي. إحنا طبعا عارفين أن عندنا تحديات، وعارفين أن قدامنا مشوار طويل ناحية الإصلاح وناحية أن مصر تقف على رجليها بشكل كامل، ولكن إحنا بنعمل خطوات جادة وخطوات بتحصل على أرض الواقع، وفي منها بيتم بشكل سريع ويمكن كمان بيكون سابق للخطة الزمنية اللي المفروض أنها موضوعة، وده دليل على حرص الدولة المصرية على أنها تقوم البلد دي بأسرع صورة ممكنة وكمان بأقوى صورة ممكنة. الرئيس نفسه قال أنه هيبقى في معوقات لكن كمان في إنجازات. ليه في الوقت ده تحديدا بدأت تظهر جماعات الإخوان أو الأغراض الدنيئة في أنها تبتدي تشكك الشعب المصري في هذه الإنجازات؟ ليه في الوقت ده من وجهة نظر حضرتك؟ الحقيقة برضو السؤال ده سؤال مهم جدا، حتى علشان أهلينا. يعني إحنا يعني بننتظر أن يلمس الشعب المصري العديد من النتائج والعديد من العائد اللي هو الحقيقة قدم له تضحيات كبيرة جدا خلال السنوات الماضية. هذا العائد فاضل عليه، يعني هو تقريبا في 30/6 سيتم افتتاح معظم المشروعات الكبرى اللي كان بيتكلم عليها دائما الرئيس السيسي والسيد رئيس الوزراء والوزراء المعنيين. فالنهارده هيبقى فاضل 9 شهور على اعلان هذه النتائج او ان احنا نبدا نجني ثمارها. فهو الحقيقه يعني بدات الارض تحديه، يعني اللي هو كان بيستثمرها يعني لن تكون متاحه ليه الفرصه، فهو استغل هذه الفرصة بالذات في هذا التوقيت، بالإضافة الحقيقة للنشاط الغير طبيعي للدولة ككل ممثلة في رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية بالنسبة لزياراته الخارجية واهتماماته بها والسياسة الخارجية المصرية التي بدأت تتبوأ مكانة الحقيقة حتى على المستوى الإقليمي الأفريقي أو على المستوى العربي أو على المستوى الدولي، بأنها بدأت يعني أو تظهر ثمار شديدة وقوية لهذه السياسات. فكل هذه العوامل كلها بالكامل يعني هتسقط كل ما يدعيه هذا الجانب أو هذه التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في هذا التوقيت.